تحت عنوان لن نقبل بأن يحول لبنان إلى حقل تجارب واللبنانيين إلى جراذين مختبر، واعتراضا على محطة التحويل الكهربائي الموجودة بين البيوت منذ حوالي 50 عاما وعلى تمديد خطوط التوتر العالي في بلدة صوفر قضاء علي، تجمع أهالي البلدة في محيط المحطة رافعين الصوت عاليا حفاظا على صحتهم وصحة أولادهم. أستاذ إبراهيم كنعان بيقول في بالحرف الواحد قوة التوتر 220 هي الأكبر والأكثر خطورة، ولن يمر هذا الخط إلا على جثثنا. نفس الشيء الأستاذ غسان مخيبر، شو عاد ما بدأت حتى تحركت الأمور وبقدرة قادر صارت خطوط التوتر العالي 220 كفئة، بدل ما تكون مقتل للناس وبالإثباتات صارت والله ما فيها ضرر. يجب أن يحث وزير الصحة ووزير البيئة على تبني ملف الكهرباء وخطوط التوتر العالي. وطالب أطفال البلدة الوزير جبران باسيل بالتجاوب معهم. نريد إسقاط التوتر.